فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، وما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع السنة، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامها. اللهم آمين رب العالمين. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. روى المصنف بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها هذه المفوضة صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل قضيت. ففرح ابن مسعود. قال: وفي الباب عن الجراح: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا زيد مهرون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور بنحو ذلك. وقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأبي يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات، قالوا: لها الميراث ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي. وعليها العدة وقول الشافعي. وقال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع من مصر بعد أن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق وهو صحيح. التماس السنن هو الأهم في هذا الباب، ونبل العالم يعرف بالتماسه للسنن. معنى لم يفرض لها يعني لم يصرح بالصداق لها كم هو، وعقد ولم يدخل عليها. وصورة المسألة أنه عقد زيد على هند ولم يدخل بها ومات. فقال ابن مسعود لما سئل عنها: شهرا. يقول: ما ليس عندي فيها سنة، ليس عندي فيها سنة حتى هذه السنة. فقال له: مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط ولا زيادة، ولها العدة، يعني إذا لها مهر المثل وعليها العدة لأنه زوج، عملها بأنه زوج، ولها العدة ولها الميراث، ولها الميراث. وقول ابن مسعود هو الأسد هو الأصح. لذلك قام رجل فقال: إن النبي قد حكم في بروع بنت واشق مثل ما قلت. لذلك خر ساجدا لله جل في علاه، لأنه وافق اجتهاده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معناه أنه اجتهد اجتهادا صحيحا. ولذلك قلنا بأن الإنسان في هذا الباب واجب عليه أن يفعل شيئا واحدا، وهو أن يجتهد ثم يقارن ما اجتهد فيه، نعم، ثم يقارن ما اجتهد فيه بأقوال العلماء الثقات، فإن وافقهم فقد تشرق شمسه على الناس ويستفيد الناس منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وحديث الجراح ابن أبي الجراح الأشجعي الصحابي، نعم، وهذا حديث صححه الترمذي وغيره. ولذلك ابن حزم قال: هذا الحديث لا مغمز فيه بصحة إسناده. والبهقي قال: كل ما أعلوه فيه ليس فهو مدفوع. عليكم السلام ورحمة الله. لما تغيبت أمس يا سمراء؟ لما تتغيبين؟ لما الغياب؟ قول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وهذا في دلالة أن المرأة المفوضة التي لم يفرض لها يعني لم تعرف صداقا محدودا وأن زوجها لم يدخل بها أنها تعامل معاملة الزوجة فلها الميراث ومهر المثل وعليها العدة. وهذا قول ابن مسعود بن سيرين أبي ليلى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إسحاق وقول أحمد. وجاء الأوزاعي والليث ومالك وأحمد في رواية وقول أيضا للشافعي أن الصداق عوض فإذا لم يستوفي الزوج المعوض لم يلزمه قياسا على البيع. والمعنى أنه ما دام لم يدخل بها فليس لها صداق، والصحيح أن لها الصداق لأنها زوجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصحيح أن لها الصداق لأنها زوجة، ولكن الشافعي ورواة أحمد ومالك قالوا هو لم يدخل بها، والصداق مقابل البضع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فقالوا لا صداق عليه. لكن الشافعي أوقف القول على صحة حديث بروعة بن تواشق، وقد صح لذلك قال به في مصر. ولذلك الشافعي قال لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام متين جدا عظيم. قال ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. وهو كان أعلى الحديث بالاضطراب، لأنه قال يقال عن معقل بن سنان مرة، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمي. ولكن البيهقي قال كل ما أعلوه في الحديث مردود، كل ما أعلوه في الحديث نعم مردود، والحديث كما قال فيه ابن حزم لا مغمس فيه في الإسناد بضعف. مسألة الصداق ليس فيها إجماع، وقد صح الحديث، وإن صح الحديث فهو مذهب الإمام الشافعي. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى العلماء، سعادة العالم عند موافقته للنصوص، يعني عند موافقة الاجتهاد للنصوص، جواز مراجعة المفضول الفاضل، شريطة الأدب. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.